مساء الخير، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة، وعندنا كلام كتير في الحلقة أنا وأحمد النهاردة على طبعا الكورة المحلية والعالمية. ولكن خلينا نبدأ الحلقة بأن احنا ندعي بالرحمة لشيخ المدربين كابتن طه الطوخي، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر أهله. والحقيقة أنه كان ليا الشرف أنا وأحمد من فترة أنه يكون ضيف معانا في برنامج السادسة ونعرف منه كتير جدا عن تاريخ النادي الأهلي. طبعا خالص العزاء لأسرة الفقيد، والحقيقة النهاردة يمكن مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا والكابتن محمود الخطيب وكل المسؤولين في النادي الحقيقة كانوا ينعوا شيخ المدربين كابتن طه الطوخي بعد مشوار طويل جدا من النجاحات اللي اتحققت مش بس على مستوى المحلي أو مستوى مصر، لكن الحقيقة يمكن هو صاحب ريزومي أو يعني سيرة ذاتية محترمة جدا وتاريخ حافل مليان بالنجاحات في عدد كبير جدا من دول الخليج اللي اتعامل معاها، سواء بتولي مسؤولية المنتخبات الوطنية للدول دي أو أكبر الأندية الحقيقة، سواء كانت فرق أولى أو حتى قطاعات ناشئين، كان صاحب بصمة وكان صاحب مشوار طويل جدا وناجح. مرة تانية طبعا أسرة قناة النادي الأهلي تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وربنا طبعا يلهمهم الصبر والسلوان. نبدأ حلقتنا النهاردة بالكلام طبعا على ماتش امبارح سوني داب، مباراة طبعا كانت زي ما قلنا كده قبل المباراة سهلة نسبيا، حققت نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، وكان طبيعي جدا أنك أنت تقدم عرض قوي في مباراة العودة وتتأهل. الحقيقة يمكن إذا كنت من المشجعين اللي دمهم حامي قوي اللي بتتفرج على كل ماتش للنادي الأهلي مستني تشوف أداء ومستني تشوف إجوال ومستني تشوف مهارة ومستني تشوف متعة، فانت بالتاكيد الماتش بالنسبه لك ما جاش قوي على هواك، المباراه ما عجبتكش او ما كيفتكش بلغه الكوره قوي. واذا كنت من المشجعين الكول اللي عايزين كده يجيبوا دايما من الاخر واللي عايزين ما قل ودل والعبره بالنهايات زي ما بيقولوا، فانت الحقيقه راضي جدا ومبسوط جدا من مباراه امبارح، ادينا الغرض وتاهلنا وجبنا 4 اجوال وتاهلنا للدور قبل النهائي، والاهم هو النتيجه. عندنا مشوار طويل جدا وعندنا بطولات كتيره جدا، الحمد لله اللعيبه ادت باقل مجهود ممكن ومفيش اصابات، وبالتالي عملنا المطلوب وتاخد العلامه الكامله. لكن انا بالنسبه لي الحقيقه كان السؤال المهم، وانا دايما ما بيبقاش عيني على الخطوه اللي احنا بناخدها لكن عيني كمان على الخطوات اللي جايه، كان اداء اللاعبين. هو ده السؤال الحقيقه يمكن اللي كنت بتكلم فيه حتى قبل الهوا مع ساره، وكنت بقول انا بيتهيالي انه من مش من اللحظه دي، من لحظات فاتت، من ايام فاتت، وقول من شهر فات من ساعه ما خدنا بطوله افريقيا، وكل لعيب في النادي الاهلي بيحلم باللحظه اللي هيشارك فيها في بطوله كاس العالم. خدوا بال حضراتكم، فرقه النادي الاهلي انا بعتقد انه 3 أو 4 مراكز بالكتير قوي هم اللي محسومين بنسبه 100%، يعني 3 أو 4 مراكز دول تحط اللعيبه، انا مش هقول اسماء بس هم تحط اللعيبه فيهم، بعد كده تشوف بقيه التشكيل هتعمل فيه ايه، وكل مركز من المراكز اللي فاضله فيها 2 و3 و4 من النجوم من العيار الثقيل، وبالتالي مفترض انه المنافسه وانه اللعيبه في الماتشات اللي جايه كل واحد يطلع اقصى ما عنده عشان يضمن انه يحجز مكان اساسي ان شاء الله في قائمه الفريق اللي هتلعب في بطوله كاس العالم. ده اللي ما شفتوش، يعني ده اللي ما شفتوش امبارح، الروح، الرغبه في انك انت تثبت جدارتك، والرغبه انك انت تكون اسم بيتحط في ال 11 الاساسيين بدون تفكير، ما حسيتهاش قوي في مباراه مفترض انها سهله نسبيا بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا وبحكم الطرد اللي حصل وبحكم النتيجه الايجابيه اللي انت عملتها في النيجر، لكن ده كله للاسف ما اترجمش في مباراه امبارح. ساره ليها راي في مكاسب مباراه الاهلي وسوني داب، ويهمني جدا اسمعه مع حضراتكم. بص يا احمد، يعني انا كنت بتكلم معاك يمكن على مكاسب المباراه اكتر، خليني اقولها وخليني برضو ارجع اناقشك في اللي انت بتقوله. يمكن انا شايفه او رايي انه كان في مكاسب كتير من مباراه امبارح، مش هنقولها كلها، ولكن منها طبعا رجوع سعد سمير بعد يعني سنه كامله بسبب غيابه، طبعا بسبب اصابه في انكل الرجل، شفناه بيأدي اداء كويس. انا شايفه ان كان في اداء رائع من اللعيبه امبارح. يمكن المباراه سهله طبعا بالنسبه لنا، وان سوني داب مش الخصم او المنافس القوي بالنسبه لنا، ولكن شايفه ان اللعيبه بالرغم من غيابات كتير واصابات طبعا بسبب كورونا او غيره، لا كان في اداء كويس جدا من اللعيبه، وشايفه ان الجهاز الفني قادر يحضر اكتر من لاعب، ودي ميزه من الميزات ان هو قادر يحضر اكتر من لاعب في اكتر من مركز، لانه مفهوم كويس قوي ان الفتره دي بسبب فيروس كورونا
ممكن في أي وقت تفقد لاعب أساسي وأكتر من لاعب، لاعب واثنين وثلاثة، وعلشان كده الجهاز الفني عامل حسابه كويس قوي أنه لازم يكون اللاعب البديل في مستوى وقدرات اللاعب الأساسي لما يجي يلعب. شايفة أنه من الإيجابيات طبعا يعني طاهر وكهربا وبدر بنون اللي ضافوا أسمائهم أن هم يسجلوا أهداف في البطولات الإفريقية بتيشيرت النادي الأهلي. شايفة كمان أنه وليد سليمان دايما لما بيحرز هدف ده بيسعد قوي جماهير النادي الأهلي اللي كلها ثقة مع الوقت، ودايما شايفين ان وليد سليمان من اهم لعيبه النادي الاهلي، وامبارح قدر يجيب الهدف رقم 20 في البطولات الافريقيه مع النادي الاهلي، لانه الهدف 21 كان مع بتروجيت، وكده هو الرابع في قائمه هدافي النادي الاهلي طبعا في البطولات الافريقيه بعد الاسطوره كابتن محمود الخطيب وطبعا كابتن محمد ابو تريكا وكابتن عماد متعب. شايفه ان في مكاسب كتير قوي من المباراه، ويمكن اهمها يا احمد زي ما بقول لك كده انه لا انا شايفه انه لما بيبقى في لاعب اساسي مش موجود البديل بيأدي بشكل كويس، وده الجهاز الفني بيشتغل عليه الفترة دي. يعني علي لطفي امبارح ما كانش فيه هجمات كتير على مرمى النادي الأهلي من سوني داب، ولكن كانت مباراة كويسة من جانب علي لطفي. المباراة كانت كويسة من النادي الأهلي، احنا ما اختلفناش. انا قلت لك بس هو اذا كان الجمهور اللي بيتابع من الناس السخنة اللي مستنية تشوف كرة ممتعة ومستنية تشوف كده اللعيبة زي ما بيقولوا كده الغزالة رايقة نازل هو يمتع نفسه ويمتع الجماهير، فأنا أعتقد إن المباراة ما كانتش بالمتعة دي، ما كانتش يعني الهالة دي ما كانتش موجودة. طبعا عظيم جدا إن احنا جبنا 4 أجوال، وعظيم جدا إن احنا دخلش فينا جول، وعظيم جدا إن احنا تأهلنا، لكن أنا بتكلم على اللي جاي. عشان كده بقول انه الجمهور اللي يمكن دايما بيحسبها بالورقه والقلم يقول لك الماتش ده انا اهم حاجه عندي انه اللعيبه تبقى مرتاحه، اهم حاجه عندي ما اطلعش باصابات، اتاهل باقل مجهود ممكن عشان لسه في مشوار طويل ومش عايز اللعيبه تبقى مرهقه، وبالتالي النتيجه اتحققت 10 على 10. هي الفكره بس انه احنا مستنيين من لعيبه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي في ظل المنافسه الشرسه، خدوا بال حضراتكم احنا مثلا في الهجوم النهارده عندنا 7 8 أسماء تحتار تلعب مين فيهم اساسي ومين يقعد على الدكه ومين يبقى بره القايمه. عندنا محمد شريف، عندنا كهربا، عندنا طاهر محمد طاهر، عندنا حسين الشحات، عندنا احمد ياسر ريان، عندنا صلاح محسن، عندنا وولتر بواليا، وعندنا مين تاني؟ احنا قلنا محمد شريف وقلنا محمد شريف وعندنا مروان محسن وعندنا احمد ياسر. يعني انت بتتكلمي في 7 8 9 أسماء اي حد منهم ممكن يلعب اساسي، وبالتالي المنافسه بين ال9 أسماء دول مفترض انها تكون كبيره جدا. الفرصه هتيجي في ال3 4 ماتشات اللي قبل ما نروح كاس العالم، وبالتالي بس انا مستني من اللعيبه. قلنا نزلناه وما عملش، يعني محمد شريف ما قدش بشكل كويس، تحطي لي 2 أساسي. ما هو الفكره هقول لك على حاجه، الفكره انه لو انا محتاره مين يلعب اساسي عشان كلهم بيأدوا بشكل كويس دي ميزه لينا مش عيب. ده بالعكس ده اللي احنا عايزينه. انا مش معترض على انها ميزه للمدرب وهو بيختار وعلى ان هو يبقى عنده اوراق كتيره جدا. انا شايفه ان محمد شريف وكهربا وطاهر قدام مع بعض بيبقوا عاملين الشق هجومي كويس جدا. الملعب يترجم حجم الثقه من المدرب ان هو يحطهم اساسي ولا لا؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه، انه لما يبقى عندك ماتش زي سوني داب لازم تكسر فيه الدنيا. بتكلم على المستوى الفردي وبتكلم على المستوى الجماعي، فلسفه المكسب والخساره تلعب وتكسب باقل مجهود ولا تطلع احسن حاجه عندك دي قصه ثانيه، الوحيد اللي يفصل فيها هو مستر موسيماني. على كل الاحوال انا عايز الجمهور يشارك وعايز الناس تسمع تسمعنا صوتها وتقول لنا رايها، مين افضل 3 لاعبين في مباراه الاهلي وسوني داب مباراه العوده؟ طبعا ده سؤال حلقتنا، وفي انتظار اجابتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه الخاصه بقناه النادي الاهلي سواء الفيسبوك او الانستجرام او تويتر. وطبعا نتيجه التصويت هنعلنها قبل الماتش اللي جاي، ماتش الاهلي اللي جاي بالمناسبه مش سهل على الاطلاق، واعتقد انه هيكون مباراه قويه وفرصه ان احنا نجرب. يعني اذا كنت رايح تلعب الكبار، رايح تكلم انك انت عايز توصل او طموحك انك تلعب ماتش نهائي ممكن يبقى مع بايرن ميونخ او ممكن يبقى مع بطل امريكا الجنوبيه اللي لسه ما تحددش لغايه دلوقتي، فبالتاكيد انت مطلوب منك تطلع اقصى ما عندك في الفتره اللي جايه عشان تكون جاهز وعشان تكون مستعد. في انتظار اجابه حضراتكم ونبتدي حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. ربيع وهاني ينتظمون في تدريبات الاهلي وطاهر جاهز لسيراميكا. موسيماني يجتمع بجهازه المعاون وجلسه خاصه مع طبيب الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول قيد بواليا في قائمتنا خلال ساعات وابلغنا جيرالدو بنظام علاقتنا بيه. اللجنه المنظمه لمونديال اليد تؤكد بدء سيستم تذكرتي لشراء التذاكر خلال ساعات. غدا منتخب اليد يخوض وديته الثانيه امام اليابان على صاله استاد القاهره. ومحمد صلاح ينافس ماني على افضل هدف في شهر ديسمبر.
مرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلوني بس أشارككم كده معانا الحديث قبل ما أدخل في الأخبار. كنت بتكلم أنا وأحمد على الروح الحلوة اللي كانت باينة بين لعيبة النادي الأهلي امبارح في المباراة. يعني يمكن كنت بكلمه على لما سابوا ضربة الجزاء لبدر بنون، أو وليد سليمان سابها لبدر بنون عشان ياخد الثقة أكتر وينسجم أكتر مع النادي الأهلي. لما بدر بنون طلع وسعد سمير نزل، والتحية الكبيرة اللي كانت الحقيقة من بدر بنون ليه ومن كل لاعبي النادي الأهلي طبعا برجوع سعد سمير، وحتى كلام كابتن سعد سمير على بدر بنون بعد المباراة وقد إيه هو إضافة مهمة وكبيرة للنادي الأهلي. كل الحاجات دي أو المواقف دي اللي بنشوفها طبعا غير اللي في الكواليس اللي ما بنبقاش شايفينه، بيبين إن في روح حلوة بين لعيبة النادي الأهلي بتفرق معاهم دايما في المباريات اللي زي دي وفي المكسب وفي المباريات الكبيرة بشكل أخص. يا انت قلتي لي كل الكلام ده في الفصل، كل مره تقولي الكلمه دي مش معقول كده. يا بتقولي لي كنت بقول لك اللي حصل بينهم يعني، وانها كانت حاجه لطيفه. بصي تاكدي انه تيم زي النادي الاهلي بالتاكيد الجو بتاع اوضه اللبس حاجه تانية خالص، وقدره اللاعبين القدام واللاعبين الكبار في النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي اللي متربيين جوه يعني جدران النادي الاهلي على استيعاب الوافدين الجدد، يعني زي ما بيقول التعبير، كبيرة جدا. عشان كده بنشوف لعيب ما بقالوش أيام في نادي الأهلي وتحس إن هو منسجم، وتحس إنه علاقته باللعيبة بقى لها فترة طويلة جدا، وتحس إنه مرتاح وإنه جوه بيته. دي أجواء أوضة اللبس في النادي الأهلي. شفنا ده حصل بشكل كبير جدا مع بدر بنون، للدرجة اللي تخلي سعد سمير يتكلم على إنه بدر خلاص واحد مننا وكأنه مصري. يعني شفنا ده مع علي معلول من البدايات خالص، لدرجة النهاردة أنه الناس ما بتعتبرش علي معلول لعيب محترف، الناس بتعتبر علي معلول يعني لعيب مصري. شفنا ده مع بواليا اللي ما بقالوش يعني ساعات، أنا مش هقول أيام، ما ينفعش أقول ساعات، يعني شايفين بواليا في حالة هزار وانسجام وإلى آخره. وبالتالي دي أجواء أوضة اللبس داخل النادي، ومش ممكن أبدا فريق انتوا عارفين حضراتكم يعني ايه بطوله. انا النهارده كنت بتفرج على فيديو في مشوار الاهلي في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، من ايام من اول ماتش النجم الساحلي اللي لعبناه اللي ظلمنا فيه في سوسه ده وخسرنا 1-0، الخساره الوحيده اللي حصلت السيزون ده، وصولا للقضيه ممكن للحظه تتويج الاهلي ببطوله الافريقيا. يعني ماتشات صعبه واجواء عنيفه وتوتر وضغط عصبي، لو ما فيش حاله التكاتف دي، لو ما فيش انه الفريق هو النجم، لو ما فيش انه اللعيبه كلها وحده واحده ومش مهم مين يلعب ومش مهم مين يسجل، ما كانش ممكن ابدا البطوله تتحقق. ودايما فعلا الروح اللي في اوضه اللبس دي بتفرق جدا، وهي بتترجم بعد كده لحصد البطولات بالشكل ده والنتائج بالشكل ده، طبعا بتفرق مع اللعيبه في الملعب. قبل بقى ما نبدا في اخبارنا، انت هتقول النتيجه ولا نقول النتيجه بالمناسبه ونفكر ونعرف اللي ما يعرفش، والموضوع ابتدى يسخن ويحلو على فكره. احنا قلنا لحضراتكم مع انطلاقة الموسم ده 2020-2021 في كل المسابقات، عشان ما نجيش في آخر السنة نقول للجمهور إيه رأيكم مين أفضل لعيب للنادي الأهلي في السيزن ده، قررنا إن احنا نبتديها من أول خطوة. كل ماتش الأهلي بيلعبه بنطلب من حضراتكم تختاروا أحسن 3 لاعبين في النادي الأهلي، واتفقنا إنه صاحب المركز الأول بيكون بياخد 3 نقاط، صاحب المركز الثاني بياخد نقطتين، وصاحب المركز الثالث بياخد نقطة واحدة، والرصيد ده بيبقى تراكمي، نقدر نحسب في كل مباراة لعبها النادي الأهلي على مدار الموسم مين أكتر لاعب حقق عدد من النقاط، ويكون هو بشكل عملي وعلمي هو أفضل لاعبي النادي الأهلي طبقا لاختيار الجمهور. خليني أقول لحضراتكم إنه اللعيبة اللي فازت في مباراة وادي دجلة، المركز الأول كان من نصيب علي معلول اللي قدم مباراة الحقيقة محترمة جدا، وفي المركز الثاني كان كابتن حمدي فتحي اللي كل مباراة الحقيقة مستواه بيزيد وبيتقدم، ونتمنى إن شاء الله كمان لحمدي إنه اللي جاي يكون أحسن، واحد من يعني وتد الحقيقة حمدي فتحي في نص الملعب. بمناسبة المراكز اللي احنا كنا بنتكلم عليها فيها منافسة عنيفة جدا، يعني نص الملعب انت عندك 4 لعيبة الحقيقة من عيار التقيل، أليو ديانج وحمدي فتحي والسولية ان شاء الله ما يرجع بالسلامة ونطمن عليه، ومعهم أكرم توفيق الولد عامل سيزن أكتر من رائع وعمل أداء يعني الحقيقة كويس جدا في مباراة الأمس. فأنت بتتكلم على 4 لعيبة في الحتة دي، هتلاعب منهم 2، حجم المنافسة عنيف جدا. كده خليني أقول لحضراتكم إنه حصل تغيير في الجدول. يعني طيب لغايه لما يجهز ده خليني برضو اكرر مره تانية، وزي ما سالنا على افضل 3 لاعبين في ماتش الاهلي وساني داب الاخيره، لكن في ماتش الاهلي وادي دجله كان اختيار الجمهور للمركز الاول علي معلول، المركز الثاني حمدي فتحي، والمركز الثالث اليو ديانج.
حمدي علي معلول خد 3 نقط، حمدي فتحي خد نقطتين، اليو ديانج خد نقطة واحدة. اخر ماتش او كنا خاتمين شهر ديسمبر كان التوب رانكينج او اعلى رانكينج كان كهربا، كان ايه 6 نقط، كان كهربا 5 نقط وكان وراه اليو ديانج 4 نقط بالتصنيف او تصويت الجمهور في ماتش دجلة. علي معلول بيتقدم للمركز الاول بعد ما خد الثلاث نقط دول، بيبقى في رصيده 7 نقط، وبيجي وراه في المركز الثاني اليو ديانج برصيد 5 نقط، وكهربا عنده نفس رصيد 5 نقط، وحمدي فتحي بيدخل القائمه لاول مره وفي رصيده نقطتين. طيب خلينا بقى نبدا اخبارنا، نشوف الجدول. ده الرانكينج الجديد بعد التصويت الجماهير في ماتش الاهلي وادي دجله. علي معلول فعلا 7 نقط، كهربا 5 نقط، ديانج 5، بدر بنون 3 نقط، شريف 3 نقط، سلية نقطتين، ايمن اشرف نقطتين، ودخل طبعا كابتن حمدي فتحي في بعد ما فاز بالمركز الثاني في ماتش وادي دجله برصيد نقطتين. وما زالت، وانا الحقيقه كمان حاسس انه مع زياده الماتشات الجمهور كمان بيسخن، يعني احنا ابتديناها كان اعداد التصويت مش كبيره قوي، النهارده او يعني النهارده ما بنيجي نعمل كل ماتش، لا الحقيقه المشاركات على الصفحات بتاعتنا قويه جدا. بس كان باين فعلا اكتساح معلول في الماتش اللي فات، الناس كلها تقريبا بس انا عايز اقول لك كمان ماتش دجله دخل فيه لعيبه ما كانوش بينافسوا بقوه على المراكز الثلاثه الاولى، لكن خدوا نصيب كبير من تصويت او من اختيارات الجمهور، زي مثلا طاهر محمد طاهر. يعني طاهر لاول مره بيخش في التصويت وبياخد عدد يعني مش قليل من اصوات الجماهير، لكن طبعا المراكز الثلاثة الأولى اتحسمت زي ما قلنا لحضراتكم، علولو وحمدي وديانج. نبدأ بقى أخبارنا طبعا مع الثنائي رامي ربيع ومحمد هاني اللي انتظموا طبعا في تمرين الفريق الجماعي النهاردة الصبح، وزي ما حضراتكم عارفين أن الثنائي تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا وتواجدوا النهاردة في تمرين الفريق الجماعي. الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول كرة القدم بنادي الأهلي أكد كمان جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر ليها بعد بكرة يوم الجمعة في إطار منافسات طبعا مسابقة الدوري الممتاز. كمان طبيب الأهلي قال أن طاهر محمد طاهر انتظم النهاردة بشكل طبيعي في التدريبات وهيكون جاهز للمواجهة اللي جاية في المسابقة المحلية. الأهلي استأنف تدريباته النهارده بعد طبعا ما هو كسب امبارح، او النادي الاهلي قدر يفوز امبارح على سوني داب بطل النيجر برباعيه نظيفه وقطع تذكره التاهل لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. بنستعد دلوقتي لايه؟ لمواجهه سيراميكا زي ما قلت لحضراتكم، هي هتكون بعد بكره يوم الجمعه ان شاء الله في اطار منافسات الدوري الممتاز. وخليني اقول لكم كمان ان لاعبو الفريق الاول لكرة القدم طبعا بالنادي الأهلي أجروا طبعا الرابيد تيست قبل انطلاق التمرين النهاردة الصبح استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري. مباراة سيراميكا أحمد متفقين أن هي غير أن سيراميكا جايب صفقات كويسة جدا، غير أن سيراميكا عامل مباريات حلوة في الدوري، هو بيلاعب النادي الأهلي وهيبقى عايز يطلع بأفضل شكل ممكن. طبعا احنا اتفقنا أنه أيا كان اسم المنافس وأيا كان حجمه وتاريخه وإمكانياته وقدراته، أي فرقة هتيجي تلعب مع النادي الأهلي ثق تماما أنها هتقدم أكتر من أقصى ما عندها، يعني مش هتقدم أقصى ما عندها، لا هتحاول كمان تقدم أكتر من ده. وسيراميكا الحقيقة فرقة كورتها حلوة، يعني بغض النظر هم الحقيقة دعموا الفرقة بشكل كويس جدا، لكن الفرقة بتلعب كورة حلوة. فأتوقع أنا مش هقول مباراة صعبة، لكن هي مباراة مش سهلة على الإطلاق، وأنا حابب جدا إنه الماتشات اللي جاية قبل ما نروح لكأس العالم وقبل ما نروح لسوبر افريقيا ان شاء الله تبقى ماتشات مش سهله، ماتشات بايخه، ماتشات رخمه، انا محتاج العب مع فرق يعني فرق مش ضعيفه، محتاج العب مع فرق اتست بيها قدرات لاعبتي واطلع كوره من عندي تجهز لي للمرحله الاهم بقى والادق ان شاء الله، عشان نروح كده نعمل شو حلو ونقدم النادي الاهلي بشكل محترم يليق بحجم جماهيريته، يليق بتاريخه، يليق ببطولاته، يليق بان هو احد افضل انديه العالم على الاطلاق. النهارده طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من التمرين، مستر موسيماني كان ليه جلسه يعني على هامش المران مع الجهاز المعاون ليه، والجلسه دي تناولت بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير والتجهيز لماتش سيراميكا كليوباترا. كمان عقد مستر موسيماني جلسه مع طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله في حضور الجهاز المعاون عشان يناقش معاه كل التفاصيل المتعلقه بملف الاصابات او الغيابات الخاصة أو نتيجة إصابات في لعيبة النادي الأهلي.
وتلقى بالفعل التقرير من دكتور احمد ابو عبله عن حاله اللاعبين المصابين في الفريق. احنا اللي فاضل عندنا وان شاء الله يرجعوا لنا بالف سلامه كابتن محمود متولي، طبعا اضافه هتكون كبيره جدا، محمد محمود صاعد واعد، امكانيات انا شايف انها محترمه جدا، جونيور اجاي اللي بعتقد كمان انه في تقدم في حالته واحتمال يلحقنا قبل كاس العالم، كمان معاهم كريم ندفيد واحد من المواهب الحقيقه القويه جدا واللي افتقدناها لفتره طويله وكان علامه استفهام بالنسبه للجمهور، ناصر ماهر احد افضل الاضافات والتدعيمات اللي عملها النادي الاهلي في السيزون الحالي، ويمكن محمود متولي بيعمل برنامج علاجي في الفتره الحاليه عشان يتعافى من جراحه الرباط الصليبي، محمد محمود بدا بالفعل برنامج علاج من جراحه تانية خضع ليها من عدة أشهر في رباط الصليبي كمان، نيدفيد بيتعافى وإن شاء الله نشوفه قريب، طبعا كان عنده عامل عملية في ركبته. أجاييه بقى في دلوقتي بياخد برنامج تأهيلي بسبب إصابة الوتر الوحشي، وناصر ماهر طبعا عارفين طبعا إصابته في الكتف وأجرى بالفعل جراحة لتثبيت الكتف. اللي فاضل لنا في الكورونا دلوقتي كابتن عمرو السولية، إن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع لنا بألف سلامة. إن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع لنا بألف سلامة. نروح بقى الموضوع مهم وشاغل الناس كلها. خليني أقول لحضراتكم إن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد قيد الوافد الجديد والتر بواليا في قائمة الفريق المحلية خلال الساعات القليلة خلاص اللي جاية، وده طبعا تمهيدا لقيده في قائمة كأس العالم للأندية. كابتن سيد عبد الحفيظ قال في تصريحات إعلامية النهاردة إن في نظام جديد في طبيعة العلاقة بين النادي الأهلي وجيرالدو في الفترة اللي جاية، قال إن هيتم قيد بواليا خلاص خلال ساعات، والنهاردة هو اليوم الأخير لقيد قائمة الفريق في الاتحاد الدولي استعدادا لكأس العالم للأندية. قال بالظبط كده، احنا ممكن نقول ان خلاص بواليا تم قيده في قائمتنا المحليه ومفيش اي مشاكل بشان قيده سواء بسبب جيرالدو او غيره، وقال ان هيكون بواليا متواجد معانا في اللقاء القادم بالدوري من غير اي مشكله، قال كمان انه كان في جلسه بينه وبين جيرالدو وهيكون في نظام معين بينه وبين النادي وابلغه بالموضوع ده او بلغه بالموضوع ده وبطريقه التعامل اللي هتكون بينهم في الفتره اللي جايه، وقال ان ده امر طبيعي عشان ما يكونش في اي غموض بالنسبه للاعب، وان اللاعب ده شارك معانا وعلاقتنا بيه كويسه وخد معانا كمان بطولات، وبالتالي لازم يكون في نظام محدد وواضح في العلاقه طبعا بين النادي الاهلي وجيرالدو، وان ده حق اللاعب. انهى كلامه ان اللاعب متواجد في قائمه الانتظار وبيحصل على كافه حقوقه، وان في تواصل مع وكيله البرازيلي حاليا وهيكون في عروض ليه في الفتره اللي جايه. اللي يهم الجمهور وخلاصه الكلام عشان ما تشغلوش بالكم، لانه انا عارف ان الموضوع ده موضوع ساعه وتقريبا معظم وسائل الاعلام بتتكلم عليه، بواليا مقيد في الاهلي وهيشارك مع الاهلي في ده في الاهم طبعا في بطوله كاس العالم للانديه وفي طبعا بطولات المحليه ودوري ابطال افريقيا يعني. والموضوع ملوش علاقه بجيرالدو لا من قريب ولا من بعيد، يخش قائمه انتظار ما يخشش قائمه انتظار دي مش قصه، القصه بيحددها النادي الاهلي واللاعب ليس له الحق في القبول او الرفض. بتكلم على موضوع قائمه الانتظار لانه في كلام كتير جدا اتقال في الموضوع كنت بقول لك متفائله بيه قوي واليا. أنا زي ما قلت لك كده أتمنى إنه يكون إضافة لهجوم النادي الأهلي، اللعيب الحقيقة بيمتلك كتير من الإمكانيات، خطير، هجام، قناص، قادر يستغل أنصاف الفرص، ويمكن واحدة من أكتر الحاجات سيبكم من قصة إن هو بيجيد اللعب بكلتا قدميه وبيهدف براس، الكلام ده يمكن يعني هتلاقوه في معظم اللعيبة اللي بتلعب فيه اي خط هجوم في اي نادي، لكن الحقيقه يمكن واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز بواليا وبشوفها الحقيقه ميزه بقت نادره شويه في المهاجمين اليوم دول، قدرته على التصرف واللعب تحت الضغط. يعني انت ممكن تكون لعيب كره عظيم جدا وانت معاك الكره ولوحدك اعمل بيها زي ما انت عايز وامكانياتك تكون عاليه جدا، لكن لما تتعرض لضغط قوي والتحامات عنيفه وتضغط عليك من لعيب واثنين وثلاثه وتكون قادر تتصرف وتكون قادر تسجل، دي واحده من اهم مميزات والتر بواليا اللي بتمنى ان شاء الله انه تجربته تكون ناجحه وموفقه مع النادي الاهلي. طيب نروح لكاس العالم للانديه؟ يروح. انت ليكي في الهاندبول؟ شويه. عارفه طبعا انه مصر كاس العالم لليد، انا اسف قلت كاس عالم للانديه لكن بنتكلم على كاس العالم. بس بنفكر فيه. ايوه كاس العالم لليد ليكي في الهاندبول طبعا. ليا في الهاندبول. عارفه انه مصر يعني تمتلك الحمد لله يعني تاريخ كويس في الهاندبول. يعني نتمنى انه ان شاء الله البطوله دي بقى. علشان البطوله صعبه لانه في
في منتخبات كبيره قوي وابطال العالم كذا مره، بنتكلم على دنمارك وفرنسا وغيره، فطبعا مصر محتاجه يعني تبقى ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى التوفيق يعني انه يادوا اداء كويس جدا قدام المنتخبات القويه دي. طيب انا بتهيألي انه يعني كون البطوله هتتلعب على ارضنا ده هيبقى عامل اضافي ان شاء الله تكون بطوله ناجحه، ده يحسب لمصر في الاول والاخر، اما المنتخب الوطني فبعتقد ان حظوظه كبيره جدا، سواء من حيث المباريات اللي احنا اخترنا ان احنا نكون في المجموعه دي، او من حيث كمان استعداد وجاهزيه الفرق المنافسه، واعتقد ان شاء الله باذن الله المنتخب المصري قادر على تحقيق انجاز. حقيقه حسين لبيب مدير بطوله العالم لكره اليد اللي ان شاء الله هتنطلق على ارض مصر يوم 13 يناير اللي جاي، قال انه بدا بالفعل سيستم شراء تذاكر البطوله على موقع تذكرتي، او هيبدا خلال ساعات بسيطه جدا تبتدي عمليه الحجز، ومن المقرر انه يكون او يتم تخصيص نسبه 20% من سعه كل صاله من الصالات الاربعه اللي هتستضيف ماتشات مونديال اليد، وقال انه تقليل نسبه عدد الحضور من 30% ل 20% ده حصل وفقا لتعليمات الامن في ظل طبعا الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لفيروس كورونا، واشار الحقيقه لاهميه البطوله من الناحيه الصحيه اكبر اكثر من الناحيه النفسيه الرياضيه. خليني اقول لحضراتكم كمان انه اللجنه المنظمه للبطوله بتسعى لانهاء كافه الترتيبات التنظيميه الخاصه باستضافه كاس العالم، واللي هينطلق يوم ان شاء الله 13 يناير، ان شاء الله تكون واحده من انجح بطولات اليد. مصر ان شاء الله هتلعب في الساعه 7 يوم 13 على صاله استاد القاهره، ده هيكون الماتش الاول ان شاء الله، وهنبتدي بمواجهه تشيلي بعد كده، بعدها بيومين ثلاثة يوم 16 على وجه التحديد نلعب تاني ماتشاتنا مع التشيك، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن ماتشات المجموعة السبعة. من الحاجات المبشرة أن المنتخب الوطني لكرة اليد هيخوض مباراة ودية بكرة تانية الساعة 6 مع منتخب اليابان، ومبارح يمكن كسب أو النهاردة كسب مباراة اليابان طبعا بشوطين أعتقد، فأعتقد يعني الفوز بمباراة ودية على حساب منتخب اليابان حاجة مبشرة، يعني كانت النتيجة 34-29 وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الفراعنة بنتيجة 17-16. كان غايب بقى عن المباراة بعض اللعيبة منها محمد ممدوح، هاشم، خالد وليد للإصابة، ويمكن كمان هيستمر غياب الثنائي عن مباراة النهاردة اللي هي المباراة الودية الثانية، ولكن أعتقد إن دي حاجة مبشرة الفوز على منتخب اليابان في المباراة الودية. نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب المصري، كل التوفيق لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم إن شاء الله، ونتمنى إن تكون بطولة مبهجة في ظل أيام صعبة بنعيشها. فقراتنا وموضوعاتنا لسه مستمرة مع حضراتكم في السادسة، هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. الحقيقة المبدعين والمؤثرين حتى وإن رحلوا فتبقى بصمتهم. الحقيقة كابتن طه الطوخي واحد من أصحاب البصمات المتميزة، وقلت لحضراتكم أنه مشواره ناجح ونجاحاته اللي اتحققت مش بس على المستوى المحلي، لا كمان على المستوى الوطن العربي، قصص نجاح كتيرة جدا اتكررت طبعا بداية مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، وليه رصيد كبير جدا من نجاحات على أكتر من مستوى، ناشئين وفريق أول، وصل مع منتخب مصر الأولمبياد في طوكيو 64 وحقق المنتخب المصري فيها مركز رابع، وصل مع منتخب الكويت للفوز ببطولة دورة الخليج أو كأس الخليج في نسخته الأولى، وحقق كتير من النجاحات مع كتير من الأندية الكبيرة جدا على مستوى المنطقة، وكان الحقيقة ليه بصمات بارزه جدا في الكره الخليجيه، سواء كنت بتكلم على الامارات او كنت بتكلم على السعوديه او كنت بتكلم على الكويت، بالاضافه طبعا للنجاحات اللي حققها في مصر، وانا كان ليا الشرف الحقيقه ان انا التقي بيه على المستوى الشخصي واستضفناه واتكلمنا معاه هنا في السادسه، رجل حقيقه كان في غايه التهذيب والخلق على اعلى مستوى، صاحب خبرات طويله جدا اعتقد انه استفاد منها بشكل كبير جدا الاتحاد المصري لكره القدم. الحقيقه يمكن هيكون معانا على تليفون كابتن صالح العصفور نجم منتخب الكويت السابق، اللي بالمناسبه الحقيقه الاتحاد الكويتي لكره القدم اصدر النهارده بيان نعى فيه
كابتن طه التوخي. كابتن صالح مساء الخير، برحب بيك طبعا في البدايه واهلا بيك على شاشه الاهلي في السادسه. اهلا اهلا كابتن احمد، انا سعيد اولا استضافتي بين اهلي في قناه النادي الاهلي في برنامج التاسع. حقيقه يعني شرف كبير ليا ودي اكون معاكم موجود ان شاء الله. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا كنت بتكلم على يمكن كثير من النجاحات والبصمات حققها كابتن طه الطوخي في مشواره مع الكرة، لكن يمكن واحدة من النجاحات دي كان أبرزها مع منتخب الكويت اللي فاز معاه ببطولة كأس الخليج في نسختها الأولى سنة 1970، وامتد الحقيقة يمكن مشواره في الكويت لفترة طويلة، كان ليه أكتر من بصمة وكان ليه أكتر من نجاح. ما في شك أحمد، بس اسمح لي بالبداية أقدم واجب العزاء لأسرة الكابتن طه الطوخي والأسرة الرياضية في مصر وأسرة النادي الأهلي. الحقيقة الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله ويغفر له. امانه كابتن طه يعني حتى نعطي حقه يمكن الاتحاد الكويتي مشكورا معاه. كابتن طه من وضع اسس الكره الحديثه في الكويت في الاواخر الستينات وبدايه السبعينات، ومثل ما تفضلت كابتن احمد شارك وكان مدرب اول بطولة خليج بقيمة في البحرين 70-71. ايوه. وفاز فيها منتخب الكويت، واللي على ضوءها يعني وضع اساس الكرة الحديثة في الكويت، لان جاء بعديه زقالو بيتر بوشيتش يوغوسلافي، وجاء بعديه زقالو، وجاء بعديه ثالث البرتو. امانة الرجل رحمه الله عليه وضع اسس ووضع جيل كامل من اللاعبين المبدعين، من اللاعبين اصحاب المستويات العالية، هو التقاهم باتقاء يعني صحيح وبالمفهوم حق المدرب العاقل. امانه كان في حقه يعني رجل عمل في الكويت لسنوات، قبلها كان مع نادي النصر ومن ثم انتقل الى المنتخب الوطني. عمله كان مثمر. النجوم اللي ظهرت في دوره الخليج الاولى كابتن محمد المسعود كان كابتن الفريق رحمه الله عليه، الكابتن الدكتور جواد خلف، محمود خلاص الطعم، يعني اعطى الكره الكويتيه اولا، اعطاها الفوز باول بطوله خليج، بعدين اعطاها نجوم امانه امتدت الى اواخر الثمانينات وبعد وحتى في بعضهم الى الستينات. هي العلاقه الممتده دايما بتعكس يعني مستوى عالي من الثقه، ويمكن انا بعرف دايما انه في الخليج كتير من المسؤولين سواء في اتحادات الوطنيه او حتى في الانديه بيثقوا دايما، وخصوصا انه الماده يمكن ما بتكونش عائق كبير في الاسماء الكبيره على مستوى العالم، سواء في الناحيه الفنيه كمديرين فنيين او حتى فيما يتعلق باللاعبين. لكن فكرة أنه يكون في مدرب مصري حقق النجاح ده مع منتخب الكويت وتستمر العلاقة مستمرة لفترة طويلة، ده بالتأكيد بيعكس حجم ثقة كبير جدا في إمكانيات طه الطوخي يعني رحمه الله. كابتن أحمد أمانة الرجل كان مخلص، والرجل كان وفي بعمله ومخلص بعمله الحقيقة. وإحنا في الوقت اللي كان فيه كابتن طه إحنا كنا يعني في مرحله الناشئين، لان احنا جينا بعديها ب 72 73 مع وجود زقالو وسبوتش جينا حق المنتخبات، لكن الرجل كان يتابع الانديه بمختلف درجاتها، يتابع المباريات بمختلف درجاتها، وكان حريص على انه يزور الانديه في التدريبات، وهذه ما كانت تعمل امانه كمدرب منتخبات يمكن قبلي، وكان يتابع وكان يدون وكان يسجل ويعطي للاخوان في الاتحاد ذاك الوقت اسماء نجوم ستظهر، يعني مش موجوده، يعطي اسماء نجوم ستظهر يعني. فهذه حقيقه يعني رحمه الله عليه واحده من مآثره يعني صراحه، الاخلاص في العمل، التفاني في العمل، وحبه وحب الكويت له. امانه كل اللاعبين اللي كانوا على مستوى كل الانديه كانوا يحبونه صراحه، رجل يعني على خلق عالي رحمه الله عليه. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن صالح العصفور نجم منتخب الكويت السابق. والحقيقة يمكن في كل مرحلة من مراحل أو من مشوار كابتن طه الطوخي ترك بصمة وترك علاقات في منتهى القوة، وكان يعني أحسن سفير للكرة المصرية. زي ما قلت لحضراتكم نجاحات كتيرة جدا حققها على مستوى كتير من الأندية
الجماهيرية في الوطن العربي، وأيضا طبعا على مستوى مصر كان ليه نجاحات كبيرة جدا مع المنتخب الوطني ومع منتخبات الناشئين والشباب ومع أيضا قطاعات الناشئين في النادي الأهلي. أعتقد نجاحات مش هينساها كيان النادي الأهلي لاسم من أهم الأسماء في عالم التدريب كابتن أو الشيخ طه الدوخي. من أخبارنا الحقيقة وإحنا بنستعد لكأس العالم للأندية، وطبعا دي واحدة من البطولات المهمة وفرصة نادرة ما بتتكررش كتير، يعني أعتقد أنه لعيبة كتيرة جدا بتحلم أنها تشارك في بطولة كأس العالم للأندية، وجزء كبير جدا من رصيد. عشان كده بنقول دايما انه لعب الاهلي غير مختلف، المساحه اللي بيديها لك نادي الاهلي للظهور وللمشاركه ولكتابه التاريخ ولتحقيق البصمه زي ما كنا بنتكلم على الشيخ طه الطوخي كده الله يرحمه، مساحه واسعه وكبيره جدا. اللي هيستمتع بيها من النادي الاهلي 35 اسم بدايه هيتحطوا في قائمه اوليه يتحط بعد كده او يتقلص العدد بعد كده لحوالي 23 لاعب هم هيكونوا القائمة النهائية، هيكونوا الفرصة ليهم طبعا للمشاركة في كأس العالم للأندية. في انتظار الأندية المشاركة اللي تحدد جزء منها ولسه أسماء لم تحسم بعد، منها بطل أمريكا الجنوبية. وخليني أكلم حضراتكم بمناسبة المباراة النهائية الكوبا ليبرتادوريس نهائي أبطال أمريكا الجنوبية. خليني أقول لحضراتكم إن اتحاد أمريكا الجنوبية قال إنه الماتش النهائي لأهم بطولة في قارة أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادوريس هيكون من المقرر إنه يتلعب في ماتش أو في استاد ماراكانا. وطبعا اللي ما يسمعش عن استاد ماراكانا ده واحد من أكبر وأقدم الاستادات على مستوى العالم، ويمكن يكون أشهر ملعب في أمريكا الجنوبية كلها. الملعب ده موجود في ريو دي جانيرو، والماتش ده هيتلعب بدون جمهور طبعا نتيجة طبعا انتشار في العالم كله وفي البرازيل على وجه الخصوص لفيروس كورونا. خليني أقول لحضراتكم أنه في البرازيل أعتقد أنه العدد تجاوز 200 ألف حالة وفاة، وده يمكن يعتبر واحد من أكبر الأرقام على مستوى العالم يمكن بعد الولايات المتحدة الأمريكية على طول. وقال الاتحاد في إعلانه النهاردة أنه حظر الجماهير مش بس هيشمل كوبا ليبرتادوريس، لكن هيشمل كمان كوبا سودا أمريكانا، البطولة الأشهر أو تاني أشهر بطولة في أمريكا الجنوبية، ودي هتتلعب في مدينة كوردوبا في الأرجنتين. نهائي كوبا ليبرتادوريس هيتلعب في 30 من شهر يناير في البرازيل، وكوبا سودا أمريكانا هيتلعب قبل أسبوع من نفس الميعاد ده على استاد ماريو ألبرت كيمبس، واحد طبعا من أساطير الكرة الأرجنتينية، هيتلعب في مدينة كوردوبا في الأرجنتين. زي ما حصل بين مصر والمغرب كده في بطولة دوري الأبطال، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين هيلعبوا مع بالميراس وسانتوس من البرازيل في ماتشات قبل النهائي. واتحاد أمريكا الجنوبية قال إنه خد قرار بالفعل بإقامة الماتشات بدون جماهير بموافقة طبعا اتحاد البرازيل لكرة القدم. خليني أقول لحضراتكم إن في تقريبا أكتر من 2000 ماتش على المستوى الاحترافي لكرة القدم اتلعبت في البرازيل من أول ما تفشت أزمة الكورونا في شهر مارس الأخير، وده الفيروس اللي زي ما قلت لحضراتكم أودى بحياة أكتر من 200 ألف زيل، وعدد ما تجاوزتوش سوى الولايات المتحدة الأمريكية. نروح لكوردوبا. كوردوبا لاعب اليوفي كوادرادو لاعب اليوفي السريع والمهاري الحقيقه، يمكن زي ما حضراتكم شايفين ودي لقطات طبعا ارشيفيه ليه وهو بيلعب في او بيشارك في تمرين اليوفي، تم اعلان اصابته من قبل طبعا اليوفنتوس النهارده، اعلنوا انه الفحوصات اظهرت اصابته بفيروس كورونا. ويمكن النادي الحقيقه قال انه نجم خط وسط الفريق ما ظهرتش عليه اعراض المرض، لكنه حاليا بيقضي فتره عزله، ومن المتوقع ان هو كوادرادو طبعا يرجع للمشاركه في مشوار اليوفنتوس، وخصوصا انه متصدر الدوري حاليا اي سي ميلان، بعد ما يقضي فتره ايقاف لمباراه واحده كانت يعني عقوبه عن ماتش الاخير مع فيورنتينا. دي كانت اخبارنا عن الرياضه العالميه او الكره العالميه. خلينا نروح لفاصل نرجع نستقبل بعده كابتن احمد فوزي ضيف علينا في السادسه.
ارحب بحضراتكم مره تانية، ومنورني في الاستوديو نجم الاهلي السابق ومدرب حراس المرمى لنادي الشرقيه للدخان طبعا كابتن احمد فوزي، نجم كبير وعندنا كلام كتير قوي معاه. كنت لسه بقول لك هنتكلم على اي حاجه، قلت لي انا معاكي في اي حاجه. منورنا يا كابتن. انت اللي منوران، انا متشرف ان انا اكون موجود معاكي. الكلام اللي انت عايزه تقوليه انا معاكي فيه، بس قبل ما نتكلم يعني عايز اعزي الكره الاهلاويه والكره المصريه في كابتن طه الطوخي رحمه الله عليه. ربنا يرحمه. فؤاد ابو غيده اول امبارح، يعني الاموات اللي يعني ربنا يرحمهم جميعا. الناس اثرت في الكره الاهلاويه تحديدا والكره المصريه بطريقه كبيره جدا. نتمنى لهم الرحمه، وان شاء الله ربنا يجمعهم معانا في الجنه على خير باذن الله. يا رب ربنا يرحمهم يا رب ويصبر اهلهم يا كابتن. خلينا نبدا من مباراه سوني داب امبارح، ولسه كنت بتكلم انا واحمد معاك على المباراه وبنسالك على رايك في المباراه فنيا، وطبعا يعني العناصر اللي شفتها جديده في مباراه الاهلي سوني داب. خلينا نتفق ان مكسبنا في النيجر عامل لنا ليدنج للمباراه. انت بتلعبي وانت كسبانه واحد هناك، الملعب كويس جدا، ابتدى التشكيل. ممكن مستر موسيماني يريح ناس كتير، وكان عايز يريح علي معلول، بس طبعا لولا اصابه محمود وحيد ربنا يشفيه ناس كتير مريحه. حتى الشناوي بيدي فرصه لعلي لطفي من فتره كبيره. معظم التشكيل ما ابتداش بسترايكر، يعني احمد ياسر ريان النهارده بيلعب بعد ما كان بيلعب صلاح محسن جنب محمد شريف، بيغير كتير في التشكيل بتاعه. يمكن الحته الوحيده اللي كانت ثابته الاثنين الديفندرز اللي موجودين في نص الملعب. اعتقد ان هو مديهم ايحاء ان الماتش سهل باختياراته دي نمره واحد كمدير فني. نمره اثنين بعد 10 دقائق، يعني بعد 10 دقائق وطرد او الدقيقه 17 وطرد لحارس المرمى، الماتش سهل جدا. اللعيبه حست في الملعب انها ليدنج المباراه، مش يعني هي عايزه تاخد زي ما بيقولوا كده، انت بتلعب جمعه ثلاث جمعه، فاللعيبه عايزه تحافظ على نفسها. خلي بالك اللعيب عنده احساس برضه، احنا مش صح. احنا مش الات بنجري الى ما لا نهايه. فهو عنده احساس، فيعني ساعات اطلع كل اللي عندي في المباراه لما اكون محتاج ان انا اطلع كل اللي عندي في المباراه. انما مباراه انت ليدنج فيها، راكب الجيم، مطرود من الفرقه الثانيه واحد، الفرقه الثانيه اصلا امكانياتها لا تقارن بلاعيبه النادي الاهلي، فانت بتلعب جيم من زي ما بيقولوا من علي. انت باصص من فوق على الجيم. يمكن ده اتضح جدا في الشوط الاولاني، ضيعنا كتير. انما انا عايز يعني في بعض اللاعبين مش عايز اعممهم في المباراه دي، بمعنى احمد ياسر ريان لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه انه فعلا بقى يعني كان حاجه كويسه جدا امبارح. عايز اعتب واقرص ودن محمد شريف وكهربا، حاسس بنوع من انواع مش الاستهتار ولكن النوع من انواع الانانيه المفرطه شويه. في حاجات بتبقى هم بيروحوا على الجون ممكن يعملوها لناس اكثر منهم ضمانا لاحراز الاهداف، ولكن هم بيطمعوا فيها. طبعا اي راس حربه في الدنيا لازم يبقى طماع، دي انا معاك فيها، بس في حاجات يعني الاولويه للزميل. يعني باقي اللاعبين اشكر وليد سليمان طبعا على الجيم اللي عمله. بعد كده المباراه عاديه جدا جدا جدا. انا شايف ان الناس مكبره الدنيا، بس اللعيبه قدرت تاخد المباراه زي ما بيقولوا كده ايه، طلعت بيها لبر الامان من غير ما يحصل اصابات، وفي نفس الوقت الاهلي كسب ووصل دور المجموعات. ايه رايك في رجوع سعد سمير؟ طبعا سعد، انت النهارده سعد بيكمل سنه و8 ايام او 7 ايام تقريبا، 28 ديسمبر 2019 لحد 6/1/2021 او 5/1، مسافه بعيده قوي. النهارده 6/1 6/1 لا ليه بقى الكلام ده؟ انت اللي قلت، مش لا مش قصدي حاجه ولا. مش قصدي ما هو امبارح 5/1، ما هي برضه المهم. سعد سمير قعد سنه واسبوع تقريبا مش بيلعب ماتشات، دي قاتله على لعيب الكوره. شفت يعني ازاي يعني نزول الملعب واستقبال اللعيبه ليه، كون ان المدير الفني يجيبه قبل المباراه ويقعد معاه ويقول له ان شاء الله نبقى ليدنج 2-0 وتنزل عشان تكتسب حساسيه المباراه بعد المباريات بعد الفتره الطويله دي من القعده. عايز اقول لك ده مدير فني ناضج واعي مثقف قريب من اللعيبه، محب للاعبين. صح. فهو فكرته قبل ما ينزل ياخد اللعيب ويفهمه الدنيا ماشيه ازاي عشان لما ينزل يبقى واقف على رجليه. لما نزل سعد ما كانش فيه ضغط من فرقه سوني ديب، ولكن
هو قدر على اقل نزل واقف على رجليه، مش هقول لك مش هايب لان سعد من كابتن الفرقه، ولكن اول مباراه للواحد بعد اصابه سنه وشويه بيبقى خايف غصب عنه مش بمزاجه، يعني دي حاجه بتبقى يعني انكونش، هو مش 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 يعني هو عايز يلعب كل حاجه بس غصب عنه في حته معينه بيشيل رجليه، فكون ان هو يبقى محضر نفسه لما ينزل يبقى واقف على رجليه دي حاجه جميله جدا. رجوع سعد هيفيد الفرقه من الناحيه القائديه في الملعب وبره الملعب، وهيفيد النادي الاهلي في السردباكات اللي عندنا، لان احنا عندنا ربنا يشفي محمود متولي كان معاه سعد مسامير فتره، كان رامي ربيعه، ودلوقتي رامي ربيعه راجع من كورونا، فانت مجبره ان انت بقالك شهرين بتلعبي، كنت او شهر ونص كنت بتلعبي بس بايمن اشرف وياسر ابراهيم لحد ما جه بنون بقى يخش معاهم، بندور ما بين الاثنين من الثلاثه، فلما سعد يدي اريحيه اكتر للجهاز الفني انه في اي وقت ممكن يلعب باثنين من الاربعه. بتشوف ازاي يا كابتن استغلال الجهاز الفني لاي فرصه كانت، اي مباراه ينفع فيها ان هو يجهز اي لاعب تاني ويريح لاعب اساسي علشان يبقى عنده اكبر قدر من اللعيبه اللي جاهزه في اي وقت يحتاجهم؟ زي ما بنقول دايما احنا في ظروف كورونا وظروف صعبه جدا، وفي اي وقت ممكن تفقد اي لاعب بداعي الاصابه فيروس كورونا ويكون لاعب اساسي مهم أكيد. فبالتالي انت لازم يكون البديل عندك على نفس مستوى الاساسي. بتشوف ازاي فكره الجهاز الفني مستر موسيماني في ده؟ وكمان امبارح يعني حضرتك مدرب حراس المرمى، امبارح علي لطفي كان مادي في المباراه، ما كانش فيها هجمات كتير الصراحه على مرمى النادي الاهلي، ولكن اعتقد ان نزوله مباراه زي دي برضو يديله ثقه. طيب نبتدي من الاخر طب. يعني او بمعنى اصح علي لطفي كانت فرصه جيده جدا وفكر عالي جدا من موسيماني انه يبتدي بيه مباراه زي دي ويريح الشناوي ويطلعه بره المعسكر خالص، بتدي له اريحيه. انا قلت لك في الاول ان انت بتلعبي من الجمعه للجمعه في ضغط ثلاث ماتشات في سبع ايام، من الجمعه او ثمان ايام بتلعبي ثلاث ماتشات في ثمان ايام وعلى طول الدوري بقى وافريقيا هتلعبي بالطريقه دي كل 3 ايام مباراه بالزبط. كل 3 ايام مباراه مع وجود كورونا، فانت ممكن في يوم ماتش من الماتشات تلاقي زي ما حصل قبل كده 12 لاعب زي ماتش السموحه 12 لاعب مش موجودين زي ماتش سوري وادي دجله 12 لاعب مش متواجدين منهم بالزبط. 7 كورونا 5 كورونا والباقي اصابات عاديه والموقوف، فانت ممكن الكلام ده يحصل كتير معاكي، فكون ان انا ادي للعيبه كلها دي ميزه. وخلي بالك الاهلي في حوالي 9 ماتشات او 8 ماتشات في الفتره الاخيره ملاعب ال 30 لعيب ويمكن 32 لعيب كمان ودي ميزه بالظبط كبيره جدا. وجود علي لطفي امبارح بقى انت بترجع له الثقه بعد فتره كبيره من عدم لعبه. اخر ماتش لعلي لطفي لعبه كان في ماتش الوداد، نزل اخر تلت ساعه كان واحنا كسبانين تقريبا 2، موسيماني طلع الشناوي ونزل علي لطفي عشان يديله ثقه. يمكن كان في ماتش في الكاس اعتقد في يعني اخر ماتش لعبه علي كامل كان في الكاس تقريبا كان الترسانه، لا مش الترسانه كان سماد ابو قير. الكلام ده مثلا قولي مثلا في شهر كام 9 او 10، فانت بتدي علي بعد 3 شهور بتدي له ماتش كامل، الشناوي متالق فانت عايزه تقربي علي من الشناوي عشان في اي وقت لا قدر الله حصل حاجه للشناوي يبقى علي واقف على رجليه، ميزه كويسه جدا. يمكن جات له واحده بس اللي هي الفاول دي اللي عمل تراي وادى نفسه ثقه وفوق نفسه، ودي ميزه كويسه علي اكتسبها امبارح ان هو على الاقل قدر يرجع نفسه من فتره ركود انه يبتدي رجليه تبقى في الماتشات. عشان كده انا شايف ان موسيماني عمل نقطه ايجابيه جدا جدا بان هو استخدمه بقى او لعبه امبارح. كل اللاعبين الميزه الوحيده في الراجل ده انه بيعمل تدوير بين كل اللاعبين في كل الاماكن، والحمد لله ما بتحسش بخلل. يعني حتى الخلل اللي احنا حسيناه امبارح مش خلل في الاداء، خلل في الرعونه او خلل في ايه، مش هقول رعونه عشان ما تبقاش كلمه كبيره جدا، اللعيبه بتحافظ على نفسها. فانت حاسه ان في حاجه مش ده قتال الاهلي اللي متعودين عليه، حاسس ان ممكن يبقى في اكتر من كده. ايوه انت عايزه تكسب وبعدين انت عايزه تكسبي 8 و9، جمهور الاهلي طماع بصراحه، جمهور الاهلي طماع ودي ميزه جمهور الاهلي، عشان كده لعيبه الاهلي طماع فعايزين يكسبوا 7 و8 يعني انت مش حاسس ان جمهور الاهلي راضي بمكسب امبارح؟ بصي يعني اي لو كسبنا 1-0 هنرضى الحمد لله بس احنا مش زي غيرنا، احنا بنشوف الاهم ونحاول نوصل له. يعني احنا لو كنا كسبنا 3 وممكن نكسب 6، لا نقول ليه ما كسب. هقول لك حاجه، ماتش 6 ده 6-1 ماتش 6-1 انت اللي بتجيبنا كل شويه ماشي والله ما قصدي، بس انا هقول لك حاجه، نتيجه كبيره جدا جدا. جوزيه مثلا كان بيعنفنا ازاي ما نطلعش 8 و9، اتخانق مع الحكم ازاي بيصفر فوق الجون السابع رايح، كان وليد صلاح عمل واحده لـ 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 لمحمد فاروق من نص الملعب والحكم صفر فيها.
وصلت لحد يعني في ناس بتقول اعرف واحد يعني بس ده معرفه شخصيه بعد الماتش قال لي يا اخي انا فرحان قوي بس كنا ممكن نعمل ريكورد نعدي الدستة والله العظيم ما بتريق ولا فيها اقسم بالله انا بتكلم مين اللي قال كده يا كابتن؟ لا ده واحد يعني ساكن جنبي في انا في الصيدليه وهو ساكن جنبي بس يعني مش بعيده بس قال لك انا ممكن اعمل ريكورد وده عنده حق فيه. هي القصه في ايه؟ يمكن ده اللي بيختلف اللاعب المصري عن اي حد تاني. اللاعب المصري لما بيوصل لرقم معين بيهدى انما بره يكسبوا 5-6 شوف فرقه باير بتمسك تدي برشلونه 7-8 عادي جدا ده الطبيعي بتاعها مش فارق معاها بعد 5 بتدوس وتدي في وقت من الاوقات برشلونه كانت بتقابل الريال تدي له 5 وتدي له 6 مفيش اللي هو اجيب الاربعه واريح اجيب الثلاثه واريح لا مش كده المفروض ده مش الطبيعي انا شغلي ان انا اجيب اجوان يبقى انا اقعد اجيب اجوان وده اللي بيعمله باير عشان كده ربنا يعني لازم الاهلي يعمل في حسابه انه واحنا بنلعب باير نلعب كورتنا وكل حاجه بس لا قدر الله لو دخل فينا جون بدري مش عايزين الجيم يتفتح لان انت برضو دي حاجات في وقتها بقى عشان ما نطلعش برقم كبير يعني ان شاء الله ان شاء الله ما نعملش رقم كبير وان شاء الله يا رب نفوز ونكسب ان شاء الله بس والله يا كابتن انا بحس فكره ان احنا نفوز ونكسب ممكن ناس تقول عليا انه دي بتقول اي كلام بس انا بحس انه طبعا بايرن ميونخ قد ايه نادي كبير بس بحس انه لما بيبقى فيه اصرار كده ومتدرب كويس وعامل اللي عليك بحس انه ليه لا يعني طيب هقول لك حاجه اللون اللي انت لابساه ده لو انت مجمعه 11 واحد من الشارع وبيلعبوا اكبر فرقه في العالم بالفانيلا اللي انت لابساها دي او اللون التيشيرت الاحمر واسمه النادي الاهلي هيموتوا نفسيهم حتى لو هم مش متدربين مع بعض صح الفانيلا دي ليها رونق مش اي حد يعرفه صح فالقلب انت احنا بنلعب ريال مدريد الناس رايحه ده ريال مدريد هيعمل عينها حفله بالظبط كسبنا لاعب روما رايحين نلعب روما كسبنا بالظبط اتلتيكو كسبونا بالعافيه 3-2 في كل المباريات اللي انت راحت انت فرقه النادي الاهلي لعبنا قبل كده بار تعادلنا معاها 1-1 يعني انت كل المباريات اللي انت راحت تلعبيها انت راحه بقيمتك انت راحه بقيمه النادي الاهلي وبروح المكسب أكيد. بتعمل اللي عليك وبتقطع أكيد. نفسك انت لو هتلعبي بين لزق كبير زي صغير انت في الاول وفي الاخر لابسه التيشيرت النادي الاهلي وهو ده اللي بيديك روح واصرار النادي الاهلي ده كلام كبير ومهم وجميل والله يا كابتن هنتكلم كمان اكتر على كاس العالم للانديه مع كابتن احمد فوزي بعد الفاصل برحب بحضراتكم مره تانية ولسه معايا كابتن احمد فوزي يا كابتن كنا بنتكلم على كاس العالم للانديه وبقول لك موسيماني يمكن كان ليه تصريح امبارح لقناه الاهلي انه خلينا واقعيين اي حد طبعا يعني وصل او تاهل لبطوله كاس العالم للانديه عنده فرصه ان هو يفوز بيها ولكن الموضوع صعب وانه ما فيش نادي افريقي قبل كده قدر ان هو يتوج بكاس العالم للانديه فكنت بقول لك هو بينيمهم بالتصريحات دي ولا ايه بس هو سلاح ذو حدين زي ما قلت لك هو من النوع اللي بيدي حق للمنافس ان انت هتكسبنا واحنا غلابه و و و هو بيبقى مرقد له زي ما بيقولوا كده دي نمره واحد نمره اتنين بيدي حق للعيبه اللي انتوا هتعملوه ده حاجه من المستحيلات حاجه ما حصلتش قبل كده فانت لازم تشتغل ويبقى عندك امل ان انت تعمله فتعمل حاجه من المستحيلات فبيدي باور للعيبه وفي نفس الوقت بيهمد الفرق الثانيه ودي ميزه كبيره هو عارف ان تصريحاته دي هتتناقل والفرق الثانيه هيوصل لها الكلام فهو مش هو واعي جدا ومش من المعقول وفي نفس الوقت بيدي حق للجمهور انا لو عملت الموضوع ده يبقى انا يعني مدرب عالمي انا جامد ولو ما حصلش انا قلت لكم قبل ما اطلع من هنا ان حصل صح. ان احنا مهما كان ممكن نوصل للنهائي بس ما ناخدش البطوله بس انا شايف بقى ان هو بينايم الدنيا وبيشتغل على انه يوصل وانا كمان شايفه ده انا معاك في ده وهو صراحه لو فعلا عمل انجاز زي ده ويبقى طبعا مدرب عالمي يعني ما احنا بنتكلم على يعني كاس العالم للانديه هو يعني ريال مدريد كسب كاس العالم للانديه مش عايزين نوصل يعني مش عايزين نحط نفسنا في حته نفكر دلوقتي احنا هنبقى عاملين ازاي هي قصه في ايه لا احنا نمشي واحده واحده اسمعي بس عشان احنا لو حطينا نفسنا في امل شايف الامل عارفه لما تبقي فوق كده وتاخدي وتنزلي دين على دماغك تاخدي على دماغك اللهم احفظنا مش عايزينه يحصل فاحنا ايه نفكر واحده واحده انت دلوقتي تفكري في الفرق اللي انت هتلعبيها لان احنا اعتقد لسه الجدول ما اتحطش يعني مش عارفين احنا هنلاعب مين خاصه ان البطوله بتاعت كوبا امريكا لسه شغاله كوبا امريكا لسه ما تحددش البطل بتاعها ولسه القرعه ما اتعملتش تماما فانت ممكن او اعتقد ان احنا هنلاعب يا اما الاوقيانوس بطل الاوقيانوس يا اما اللاعب بتاع استراليا ففي الحالتين احنا هنبقى الدنيا يعني بالنسبه لنا مفترض على الورق
اول مباراه هتكون سهله. ما بعد كده بقى هي اللي هتبقى صعبه، خصوصا انت ممكن تقابلي يا اما تاني مباراه يا اما باير لو كسبنا ان شاء الله، يعني ممكن تقابلي يا اما باير يا اما تقابلي كوبا امريكا، فدي اللي هتبقى ليبرتادوريس. ممكن يعني ايه كوبا ليبرتادوريس؟ فانت برضو عندك يعني مباراه الاولانيه الى حد ما ممكن تدخلك في اجواء البطوله، الثانيه هي اللي بيبتدي الصعوبه فيها، وربنا يوصلنا الثالثه ان شاء الله ونوصل لبايرن ميونخ. نوصل لبايرن ميونخ ان شاء الله. طيب واحنا داخلين على كاس العالم للانديه كابتن، عايزك كده تبص على السكواد او الفريق الكامل بتاع النادي الاهلي والتدعيمات الاخيره، واخرها طبعا وولتر بوالي هنتكلم عليه، بس انت شايف كده ان احنا تمام كاملين ومتكاملين ولا محتاجين اي تدعيمات؟ مفيش فرقه في العالم كامله. يعني بدليل ان ريال مدريد وبرشلونه وليفربول والسيتي واليونايتد بيشتروا لعيبه كل سنه. مفيش فرقه في العالم كامله. ماشي، بس بيجي فتره بيبقوا مش محتاجين لعيبه. احنا دلوقتي محتاجين ولا لا؟ احنا الى حد ما كنا محتاجين لاعب رقم 10 يربط مع قفشه، لان احنا هنتقل على قفشه، لان مفيش حد يلعبها غير هو وليد سليمان. وليد سليمان صعب انه يلعب تكرار المباريات في الفترات الصغيره دي على الفتره دي، فكنا عايزين واحد يلعب رقم 10، وده اللي موسيماني قاله قبل كده، وكان تحديدا بيتكلم على سيرينو، ولكن خلاص اتقفل موضوع سيرينو تماما. احنا كنا محتاجين لاعب رقم 10 ضروري جدا تحت راس حربه، مهم جدا جدا. يمكن ربنا كرمنا والتر بواليا، بدر بنون اضافه هايله للنادي الاهلي. والتر بواليا الناس شايفه، في ناس شايفه انه ممكن يبقى اضافه وممكن ما يبقاش اضافه، انا عايز اقول نقطه مهمه جدا. انا عايزه رايك فعلا في الصفقه. والتر بواليا انت اي لعيب في الدنيا بيجي من مكان ما ليه حالتين، يا اما النجاح الكامل يا الاخفاق. تمام. اللي هيستحمل تيشرت النادي الاهلي وقوه تيشرت النادي الاهلي، في لعيبه كتير جت لعيبه كويسه جدا. انا فاكر في لعيب اسمه اوسو كونان كان جاي من المقصه، لعب 3 سنين في المقصه مكسر الدنيا، جه النادي الاهلي ما لعبش 15 يوم ومشي. تمام. فلافيو كان جاي من بيترو اتلتيكو، فرقه مش قويه قوي، وقعد اول سنه مش مستحمل ضغط جمهور النادي الاهلي انه عايزه يسجل كل مباراه، بس بعد ما ابتدى يسجل بقى فلافيو اللي احنا عارفينه. احمد فيليكس في ايامينا كان جاي عنده 17 سنه، اول ما ابتدى كان وحش جدا جدا جدا، سنتين بس وفيليكس ده بقى مهاجم النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله مش اي حد هيستحمل الضغط بتاع تيشرت وجمهور النادي الاهلي. فهو لو قدر يستحمل الضغوط دي اعتقد والتر بوالي هيبقى من اهم النجاحات للتعاقدات في الفتره دي. لو ما قدرش المشكله ان هو مشكلته بس كبيره انه اول خبطه ليه هتبقى بيلعب في كاس عالم انديه. عارفه لو كانت ابتدى تدريجيا مثلا شويه في الدوري، ياخد في الدوري وبعدين ياخد فتره 3 4 شهور وبعدين يبتدي يلعب كاس عالم انديه، فهي من الاول من الاخر كده بختك يا بوخيت. بختك يا بوخيت، لان هو بدايته هتبقى قاتله شويه بالنسبه لي من وجهه نظري. بدايته هتبقى في حته الجمهور هيفتكره طول عمره، يا اما الجمهور ياخد منه موقف صعب شويه. ان شاء الله هيفتكره طول عمره. المباراه اللي جايه في الدوري سيراميكا كليوباترا، وشايفه يا كابتن يعني فريق صاعد للدوري جديد وعامل نتائج كويسه وعنده صفقات كويسه، ودايما بنقول انه اي فريق قدام النادي الاهلي بيطلع احسن ما عنده. انت بتتكلم على بطل الدوري وبطل افريقيا. أكيد. فشايف ازاي المباراه دي فنيه؟ طب انا مش معاك ان الفريق صاعد من تحت، ليه بقى؟ لان الفريق ده جايب نجوم الدوري في الانديه في الانديه الاخرى. يعني هو في واقع الامر هو صاعد من الدرجه الثانيه، بس اللعيبه اللي فيه انا بقول لك جايب صفقات حلوه. لا ده عنده من احسن طبعا، ما بنكرش ده اللي موجوده في انديه الدوري نادي ومحققين نتائج كويسه. عشان كده بقول لك المباراه مش لعب 4 ماتشات كسبان 2 وخسران 1 ومتعادل 1، 7 نقاط بالزبط. وفرقه كويسه جدا عندهم عامر ما شاء الله 2 كلين شيت في الاربع ماتشات، يعني 50%. حارس جيد، خط الدفاع مميز، عندهم هجوم شادي حسين ده هيبقى من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. فرقه كويسه جدا، معاه مدير فني شاب وانا عارفه عن تجربه وشخصيه نظيفه جدا هيثم شعبان، معاه كابتن عمرو حسن مدير كوره، فرقه طبعا استاذ معتز البطاوي مسؤول عن الكوره هناك، فرقه محترمه جدا جدا جدا، كورتها كويسه جدا، عندهم تحليل زي ما احنا عندنا فرقه لتحليل الفرق اللي قدامنا. هم عندهم فرقه تحليل وبيعرضوا محللين اداء محللين اداء. فاعتقد المباراه هتبقى في ارض الملعب مباراه قويه جدا، ولازم الاهلي يعني نقطة واحدة بس اللي هتبقى إيجابية، لو سجلنا بدري هنركب المباراة. إنما الفرقة دي لو دخلنا معاها في تايم
وناخد بوقت بوقت بوقت، هم لان هم عندهم خبرات في الملعب هيبتدوا يقفوا كويس وهيبقى في جيم رايح جاي. انما لو سجلنا بدري ان شاء الله هنعرف نكسب. ويمكن هم عملوا كده مع بيراميدز، بيراميدز خطفهم في اول ثلث ساعه، بقيه المباراه هم راكبين الجيم بس مش عارفين يحرزوا. فاعتقد ان ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يجيب جون بدري ويريح نفسه، لان المباراه اللي جايه صعبه جدا على النادي الاهلي، ومباراه زي ما بيقولوا كده ايه يعني عنق زجاجه. ليه؟ انت متعادل الماتش الاخير ورايح تلعب سيراميكا، الماتش صعب، لو ما كسبتش هتبتدي يبقى فيه اخفاقات، الناس بقى تقعد ترغي وكلام فاضي من الكلام ده. فانت تكسب وتريح نفسك وتركب والدنيا تمشي معاك ان شاء الله. ان شاء الله. طب يعني من وجهه نظرك لو اللعيبه كلها متاحه ان شاء الله مفيش اي اصابات، ايه افضل تشكيل للمباراه دي من وجهه نظرك؟ يعني اعتقد انه هيلعب بالتشكيل المثالي، يعني ده ده ده, ده يعني هو شناوي هيلعب ناحيه اليمين، لو هاني ما خفش هيلعب بيكهام، بنون وايمن اشرف، معلول، ديانج والسولية، ديانج لا السولية ديانج وفتحي، قدام هيبقى عنده الشحات، كهربا، محمد شريف، وتحتيهم قفشه. لو ما ابتداش قفشه هيلاعب شريف وياسر ريان زي ما عمل المره اللي فاتت كده، بس انا اعتقد ان قفشه هو اللي هيبتدي تحت محمد شريف. طيب من الاربع اهداف بتوع امبارح واعتقد هيبقوا معانا على الشاشه، عايزاك تقول لي ايه الهدف الافضل بالنسبه لك او اللي عجبك اكتر؟ يعني هو يعني عشان وليد سليمان بس، يعني عشان يعني انا وليد سليمان ابني وحبيبي، ويعني انا اللي جبته، يعني سعدت في وجوده في النادي الاهلي فتره من الفترات. فلا يعني بالنسبه لي هدف وليد سليمان هو الامتع. الاهداف اهي معانا يا كابتن. طبعا الاولاني وليد برضو اللي عامله لمحمد شريف في البلايند سايد، الناس كلها راحت ناحيه الشمال، وليد عملها له في عكس اتجاهه واداه الجون من اقصر طريق. الجون ده بقى المتعه بالنسبه لي، ولمسه واحده وحطها جون. يعني الاثنين اذا كان علي معلول ولا وليد سليمان، الاثنين يعني رجاله النادي الاهلي وقلب النادي الاهلي النابض، ومهما كبروا هم يعني اولاد النادي الاهلي بيزدادوا خبره كمان. طبعا وطبعا طبعا. بدري بنون اكيد اشتراكه واحرازه لتاني ضربه جزاء على واحده لعبها في الكاس وجابها، ودي برده جابها. الجون ده جميل جدا، يعني ديانج ضحك على الناس كلها وحطها الكهرباء اللي كان بيقابله بيقابله سوء حظ كبير في المباراه، ولكن انه يجيب جون في بلس 90 كالعاده بتاعتنا يعني برده حاجه جميله جدا. ولكن انا عن نفسي على المستوى الشخصي هدف وليد سليمان من عرضيه معلول هو الاجمل بالنسبه لي. طب وبالنسبه بقى لبدر بنون، يعني ممكن نقول ان هو مثلا من الاختيارات الاولى كده بالنسبه للجهاز الفني في تسجيل ضربات الجزاء، بانه بيحطها بطريقه مميزه كده يا كابتن، وفي ثقه في النفس كبيره قوي. ده اكيد الثقه الاكبر في مباراه الكاس. يعني اول ماتش ليه، اول ماتش ليه، والناس كلها خايفه، هو داخل بكل هدوء ومعاملها كده هادي جدا اللي هو ويعني عارفه اللي هو نرفزني وانا قاعد. مش سهل فعلا يا كابتن ان يبقى اول ماتش ليك مع فريق جديد انت بتلعب فيه، ومش اي فريق، انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا، انك تبقى اول نزول ليك كده ماتش رسمي في نهائي كاس، نهائي بطوله يعني، وبتسجل ركله جزاء. اكيد بدر بنون وجوده في نادي الرجاء لمده 4 سنين او 5 سنين، ولعبه في المنتخب وبعدين لعب منتخب كبير، اعتقد 6 مباريات دوليه، عنده 6 مباريات دوليه في منتخب زي منتخب المغرب مليء بالمحترفين. فهو اصلا جاي من حته تقيله، فجاي عندك مع تقلك بيتقلك زياده، وهو هادي ومن النوع الرزين جدا، فانت بجميع الاحوال يعني عارفه لما تتلاقى كل الايجابيات في حته واحده، الحمد لله تلاقت في بدر بنون الشخصيه اللي كنا بندور عليها. سيبك من الكوره، انا بتكلم على الشخصيه. متفتح، كورته كويسه جدا، العالي بتاعه كويس، عنده قوه مع يعني مع طول، فلا هو لعيب كويس جدا. اعتقد اللي اختاره عينه كانت خبيره، وعلى فكره النادي الاهلي عينه عليه من 3 سنين، يعني مش من التجديد اللي فات. التجديد اللي فات في الرجاء قبل ما يجدد من سنتين كان في كلام مع النادي الاهلي بس ما حصلش نصيب، انما الحمد لله نصيبه جه وابتدى بقى لعيب في النادي الاهلي دلوقتي الحمد لله. طب شايف ازاي فرص النادي الاهلي في ان هو يحافظ على لقب افريقيا ال10 يا اهلي؟ طيب باستعراض الفرق اللي وصلت لدور الثمانيه النهارده، انت ما فيش يعني الفرق القويه الفرقتين كايزر تشيفز وسان داونز من جنوب افريقيا، مازيمبي من الكونغو، خروج الرجاء طبعا كان يعني كان خبر مفاجاه، الوداد بيلعب دلوقتي كان متقدم 1-0، الله اعلم الدنيا هتمشي ازاي، الترجي وصل بصعوبه بهدف انا ما شفتش بيقولوا فيه هدف تسلل، هدف اوفسايد رسمي يعني رسمي للاسف، الحكم الكابتن تحسين ابو السادات الحكم المساعد المصري ومعاه كابتن محمود البنا حكم ساحه، فللاسف برضه بس يعني ممكن ما فيش حد ما بيغلطش. انت شفت الهدف يا كابتن؟ انا شفت الهدف. تسلل اوفسايد ده رسمي يعني،
تمام. فانت عندك الست فرق اللي بيتكلموا في البطوله من وجهه نظري طبعا مولوديه، وان خرجت الصفاقسي ده مولوديه الجزائر هترجع تبقى ليها دور كبير جدا في البطوله دي. انت برضو تتكلمي لسه في الست سبع فرق اللي احنا يعني قابلناهم السنه اللي فاتت او اللي كانوا موجودين، اهلي، زمالك، وداد، مفيش رجاء بس بقى فيه ترجي، مازيمبي، سان داونز، ومولوديه الجزائر. اعتقد السبع فرق دول هم اهم حاجه. بس انا شايف من وجهه نظري ان احسن سكواد فيهم بصراحه او احسن سكواد في البطوله عامه، اعتقد ان ناديي الاهلي والزمالك على الترتيب هم احسن فرقتين موجودين في البطوله حاليا. ولكن ان شاء الله العشره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون بتاعه النادي الاهلي ان شاء الله. يا كابتن، المنافسه على الدوري بقى الموسم ده قويه، اصعب لان الفرق الكويسه بقت كتير. بالظبط، يعني الفرق اللي طالعه من تحت بقت المنافسه على طول. يعني احنا بنتكلم على فرقه زي سيراميكا اهي، بنقول هتبقى موجوده في اول اربع خمس فرق. انت متخيله ان فرقه زي المقاولين رابع السنه اللي فاتت بتلعب كونفدراليه ما خدتش غير ثلاث نقاط من خمس مباريات؟ صح. فالمنافسه هتبقى شرسه جدا، مختلفه جداً عن الموسم اللي فات جداً تماما جدا جدا. طبعا اكيد نادي الزمالك ليه كل الاحترام، نادي منافس على مر العصور طبعاً في بطوله الدوري. معاك نادي الاسيوطي موجود معانا في البطوله، بيراميدز موجود برضو هيبقى ليه دور الى حد ما. اعتقد وجود سيراميكا والاتحاد، الاتحاد فرقه قويه جدا جدا جدا, جدا مش عايزين ننساها. في خمس ست فرق موجودين في الدوري لو ما وصلوش للدوري هيعطلوا بطل الدوري. يعني هيبقى مبارياتهم المباشره مع الفرق اللي المنافسه هتعطل فرق الدوري. بس احنا محتاجين المنافسه دي يا كابتن على مستوى الكره المصريه وعلى مستوى النادي الاهلي، انه ما يبقاش بيحلق منفردا يعني على السنين اللي فاتت، يعني يبقى في منافسه للنادي الاهلي تتزود. بتضحك على ايه كابتن؟ بضحك لان انا طماع، مش عايز حد ينافس. المنافسه دي بتخليك تقدم افضل ما عندك، فبالتالي في البطولات الافريقيه بعد كده انت جاهز. اكيد كلامك مظبوط، بس يعني انت لو جيتي يعني بصيتي على الكره عامه في مصر، لما الاهلي بيبقى كويس بنقول المنتخب بيبقى كويس، ده غالبا يعني. الاهلي كويس والزمالك كويس، المنتخب في احسن حالاته. كويس والزمالك كويس، هنا بقى الفروق الفرديه ما بين اللعيبه، لا هنا الفروق الفرديه ما بين الناديين، من اداره بقى بص لكل حاجه. فانت الاهلي والزمالك طول عمرهم عندهم لعيبه كويسه، بس المشكله تجميعة اللعيبه في النادي الاهلي مش موجوده في نادي الزمالك. الزمالك بكل صراحه نادي يسهل، يعني الزمالك بيبقى نادي مخترق عامه في الناحيه الاداريه واللعيبه وفركشه و النادي الاهلي ما تلاقيش الكلام ده، ولو واحد خرج عن الاطار بتاعه يا بيرجعوه يا بيطردوه، لا يرجع ويخش جوه الاطار ويتقفل عليه، يا اما يطلع بره. فانت بكل المقومات النادي الاهلي رقم واحد، لان هو بيكسب وبيعرف يلم نفسه عشان يكسب بعد كده. مش بيكسب فبيفرح فالجاي يروح منه. يعني انت هي شويه ايه زي ما بيقولوا كده حاجات بتبني فوق بعضها. فانا اعتقد لا، النادي الاهلي طبعا اكيد انا احب ان النادي الاهلي ما يبقالوش منافس في افريقيا كلها، مش هقول لك في مصر بس، ولكن اكيد نادي الزمالك طول عمره حجر الزاويه معانا، وهو الفرق القطب الثاني. القطب الثاني بمعنى انه فعلا هو نادي الزمالك طول عمره، نادي الزمالك نادي محترم ونادي كبير وكلنا بنكنله كل منافس قوي جدا وبنكنله كل الاحترام. والاهلي الاهلي بيحترم كل المنافسين يا كابتن. طبعا ما انا لسه قلت لك ايه، قلت لك احنا بنلعب فرقه كبيره زي ما بنلعب فرقه صغيره. صح. مش هتفرق، قلت لك الكلام ده في الاول، قلت لك القصه عندنا هو اللي يلبس التيشيرت الاحمر بيتحول لبني ادم تاني. بصراحه. صح. عارفه يعني بيتضخم، فليتضخم الوحش، هو كده بالظبط. اول ما تلبس التيشيرت هتبقى حاجه تانية. عشان كده لا يعني طبعا نتمنى المنافسه تبقى قويه بين الاهلي والزمالك، ولكن في الاخر ان شاء الله يرجع لنا الامر ونكسب دوري ونكسب بطوله افريقيا. طيب احنا دايما بنسال المشاهدين على افضل ثلاث لعيبه في كل مباراه، وعاملين كده وبنجمع في الاخر مين افضل لاعب في الشهر ده والشهر ده لحد افضل لاعب في الموسم بعدد نقاط معين. بالنسبه لمباراه سواني ده امبارح، عايز اعرف منك قبل ما اسال المشاهدين تاني افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظرك في النادي الاهلي، ثلاثه بس. ما هو اصل يعني مش عارف، ما يعني ممكن نقول مثلا احمد ياسر ريان، وليد طبعا، وليد سليمان، وما فيش حد لعب 90 دقيقه تاني يعني ممكن يبقى عليه العين. حمدي فتحي
دول احمد ياسر ريان يعني بالترتيب بقى وليد سليمان. احمد ياسر حمدي فتحي. بحس مع وليد سليمان يا كابتن ان كل ما السن بيكبر كل ما الخبره بتزيد كل ما الاداء أكيد. افضل تغييره الاهلي الذهبيه دايما نقول عليه. اكيد الخبرات بتخلي اللعيب بدل ما كان بيجري كتير ويقعد ينحف ما لا دلوقتي عارف هو هيقف فين هيباص ازاي ويتحرك ازاي ويجري ازاي بتبقى عنده هو يعني ايه خبره خبره يعني يعني الموقف ده عدى عليا قبل كده مرتين ثلاثه اربعه فانا حفظت الموقف من قبل ما يجي صح يعني قبل ما الكره تتلعب في الحته الفلانيه انا عارف ان انا هتحرك لها هنا والكره هتعدي مثلا السرد باك ده عشان انا اروح اقطع من المكان ده فاخدها هي دي مجموعه الخبرات ان مواقف عدت على اللاعب قبل كده فبيبتدي يتخزن في العقل الباطن الموقف ده هيحصل ازاي فاول ما الكره بتتحرك بيبقى فاهم هي رايحه فين وهتنزل ازاي وهتتحرك ازاي عشان كده طبعا الخبرات بتفرق كتير جدا. وليد ربنا ربنا يعني يبارك لنا في صحته ويبارك لنا في وجوده معانا ويكتر من شطه الاجوان بتاعته ويطلعها في كل الماتشات اللي يلعبها. لا اعتقد وليد من الناس اللي هتسيب علامه فارقه في النادي الاهلي وهيكمل هيبقى يعني في الناحيه الاداريه وهيبقى ليه وضع في النادي الاهلي بعد ما يبطل حتى هو يستاهل لانه أكيد. فعلا كسب ثقه جماهير النادي الاهلي بشكل كبير قوي ده من زمان ولكن بتزيد برده مع الوقت وبيبقوا مبسوطين دايما كل ما بيهدف يا كابتن اكيد ده هو يعني دلوقتي وليد بقى خاتم يعني او مش دلوقتي وليد من زمان هو خاتم سليمان لما بنحتاجه بنطلعه بيجيب لنا الاجوان وبيكسبنا فوليد بالنسبه لنا مش وليد سليمان لا هو خاتم سليمان فاعتقد يعني وليد مع جمهور النادي الاهلي علاقه حب كبيره. طيب بشكر حضرتك جدا كابتن احمد فوزي وانا استمتعت والله بالحوار جدا شكرا ليك انك كنت معانا ونورتنا في بيتك ميرسي ربنا يخليك شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على المتابعه بشكر حضراتكم جدا.